في خطوة إنسانية داعية للوحدة والتعايش، أقامت مرجعية السيد الصرخي مهرجانا شعبيا كبيرا في مدينة الكوت تحت شعار الحسين نهج للتعايش بين الأديان، حيث شهد الحفل مشاركة العديد من الوجهاء والشيوخ والأكاديميين ومن كافة الطوائف العراقية، وذلك بهدف نبذ الطائفية والعرقية والمذهبية. سماحة السيد الصرخي الحسيني على هذا المؤتمر المبارك الدعمي ودعمي للعراق، دائما وابدا ينادي كل المراجع تنادي بوحدة الصف ووحدة الكلمة. اكو فرق بينهم الخوارج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيريين، حيث كفروا امير المؤمنين علي بن ابي طالب الذي قال بحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. تكفي هذه الكلمة، تكفي هذه الكلمة، ونحن نتبع أمير المؤمنين. حسيننا حسين بطل كوني وليس بطل لمذهب أو بطل للإسلام فقط، الحسين لكل الناس، الحسين ليس فقط للمسلمين، إنما هو للصابئي، إنما هو للمسيحي، إنما هو لليهودي، إنما هو للجودي، إنما هو حتى لمن كانت لهم فلسفات وضعية في هذه الدنيا، الحسين لكل العالم. وتناول المهرجان العديد من الفقرات الفنية والثقافية والإنسانية، حيث تم إلقاء الكلمات التي من شأنها أن توحد العراق والعراقيين والدعوة للتعايش السلمي، كما وألقيت القصائد الشعرية الحماسية والأوبريت الشعبي، ليطول المهرجان إلى العروض المسرحية ببادرة فنية من بعض الشباب الهادف، وبعدها تم تكريم عوائل الشهداء العراق والحشد الشعبي والقوات الأمنية الذين راحوا ضحية للإرهاب الداعشي التكفيري. وكان يعني صراحة التفاتة كريمة من لدن هذا المرجع سماحة السيد الحسني، الذي غالبا ما عودنا على مثل هذه المبادرات التي تحث على التعايش السلمي بين كل طوائف الشعب العراقي، وتحت شعار مميز وقدوة وأسوة مثل الإمام الحسين سلام الله عليه الذي جاء من أجل البشرية جميعا. مرة أخرى نتشرف في حضور هذه المهرجانات والكرنفالات الرائعة التي تتبناها مرجعية سماحة السيد الصرخي الحسني، وهي ترعى بكفها مدية عوائل الشهداء من شهداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في كافة محافظاتنا محافظات العراق. وفي نهاية المهرجان ارتفعت الأصوات الوطنية لبث روح المحبة والألفة وبمشاركة جميع الحضور، ليتم إطلاق رسالة أخرى من قبل مرجعية السيد الصرخي في رفض التطرف والانحلال والدعوة لإنصاف أبناء العراق والوقوف مع العوائل المتضررة لترسيخ نهج الإمام الحسين عليه السلام في التعايش السلمي والدعوة لتوحيد الصف بين كل الطوائف.